نقول صراحة يعني نكون صريح، الجزائر فازت بالأداء وبالنتيجة، ما كناش ننتظروا يعني تألق منتخبنا بهذه الطريقة، لأن شفنا كأس إفريقيا تلعب في مصر، المنتخب المصري منتخب قوي، كلنا رشحنا المنتخب المصري، ولكن في الأخير شفنا يعني المنتخب المصري يعني ظهر بمستوى متواضع جدا، يعني كانت مفاجأة، يعني كان انصدام كبير، والحمد لله منتخبنا الوطني الجزائري استغل هذه الفرصة وقدم أداء ممتاز جدا من بداية مشواره في هذه البطولة، وفاز بمباريات كبيرة وقدم أداء جيد وكان يستحق الفوز بكأس إفريقيا.